يعتلي نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو قائمة نجوم الكرة الأغلى في إنستغرام، ويحتل المركز الثالث في ترتيب قائمة كل نجوم، ويحصل رونالدو على 750 ألف دولار على كل منشور بالإنستغرام وفقا لإحصائيات موقع هوبر إتش كيو. البرازيلي نيمار جونيور يأتي ثانيا في القائمة بحوالي 600 ألف دولار للمنشور الواحد. أما نجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي فيأتي بالمركز الثالث بإجمالي 500 ألف دولار للمنشور الواحد. نجم إنجلترا ومانشستر يونايتد السابق ديفيد بيكام احتل المركز الرابع ب 300 ألف دولار للمنشور الواحد، فيما يجني الويلزي جاريث بيل 185 ألف دولار عن كل منشور بالإنستغرام. ويأتي النجم السويدي السابق زلاتان إبراهيموفيتش سادسا في قائمة أثرياء الإنستغرام متقدما عن مهاجم برشلونة الأوروغوياني لويس سواريز.